بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نتيج أمينة مت مجاهد يوسف. أنا ولدي مشدود مع مول الحانوت على ذاك النشر الفيديو اللي نشر. ولدي ما عارفش زعما شي حاجة خايبة باش يضرب شي حاجة ولا يضرب البلاد. أنا كنطلب من الله وجلالة الملك، كنطلب الله يعفو ليا على وليدي. راه مريض، عنده الضيقة، عنده الروماتيز، كيعاني بزاف، راه مريض بزاف. وأنا كنطلب الله من جلالة الملك، كنطلبو والله ينصرو. احنا راه الله الوطن الملك، رحنا ولاد البوليس. ولدي راه ما عنده حتى شي حاجة، اللي عنده شي حاجة خايبة على البلاد، غير هو عدو هاد القناة باش كيعيش. ومعاوني تانا مريضة، تانا مريضة بالسكر، مريضة بالراس، كنداوي عليه. ربي اللي نطالع. راه انا كنطلب الله وجلالة الملك باش يشوف هاد الام الغلبانة اللي مصدومة على ولدها اللي قراتو وتعذبت عليه وما تبوهم في كسيدة البوليس وخلاهم ليا صغار وربيتهم كبرتهم قريتهم وما بغيتش ليه هاد الحالة اللي هو فيها. يعني انا كنطلب الله، انا راه ما كنعرفش اش نقول. انا كنطلب الله وجلالة الملك، انا كنطلب الله وجلالة الملك الله ينصرو. حنا ولاد البوليس، راه ما يمكنش ولدي يدير شي حاجة خايبة. راه دريويش ما غادي مع الحيط الحيط، إن غلط في هاد الفيديو اللي عادو. ما عارفش، ما قاريش ولدي الصحافة باش يعرف بالقانون ديال الصحافة. ما عارفش، ربي اللي مطالع. كون يعرف ما ينشروش. قفي مول الحانوت قالك بغى يتعاون معاه، هادشي اللي كاين وليدي. راه ما كايناش شي حاجة عندنا والو، حنا راه الله الوطن الملك. حنا كنطلبوا الله وجلالة الملك، كنطلبوا. أنا كنطلبك أسيدنا، أنا كنطلبك تعفو ليا على وليدي. راه محن، راه مريض بالضيقة، راه كيموت بالضيقة وبالروماتيز. الله ينصرك. أنا مجاهد بشرى، أخت يوسف مجاهد، صاحب قناة نحبك يا المغرب، اللي تشد على غرار مول الحانوت اللي كان لح واحد الفيديو ودار لايف فيسبوك، وهو عاود نشر من هذاك الفيديو مقاطع، وعلى غرار هذا الشيء تحكم بثلاث سنوات. وصراحة الفيديو الآخر كان طالع له الدم، تيغوت وتيسب وتيعير، والاخ ديالي ناض عاود نشر هذا الفيديو، عطاوه اعاده نشر فيديو اللي كيتم اللي كيطمن عبارات اللي فيها كتمس بالثوابت وكيشهر بحال هو ملي عاود الفيديو، بحال كيشهر بالبلاد، بحال هذاك الفيديو ملي هو عاود نشره كان عنده تاثير اكثر من داك اللايف اللي دار المعني بالامر. واخويا كان خدا لا ليسونس، من بعد كان ما لقاش خدمه، بقى شحال باش لقى خدمه. من بعد ملي خدم خرج من الخدمه، ومن بعد بقى جالس واحد مده 3-4 سنوات. هي من في 2016 دار قناه ديال نحبك يا المغرب، قناه اللي كتضم مجموعه من الاخبار اللي كتمس اللي كتهضر على البلاد ديالنا. خويا انسان خلوق، مريض، عنده الضيقه وعنده الروماتيزم، كيعاني من نهار وقع ليه هذا المشكل، وكيعاني نفسيا وجسديا، والله اللي عالم به. حنا تصدمنا بزاف، 3 سنوات لاعاده نشر فيديو وما فهمنا حتى شي حاجه. حنايا تجاوش دوه داوه، ما فهمنا حتى شي حاجه، وكنطلبوا ان يكون شي عفو من جلاله الملك محمد السادس نصره الله. الا كان شي عفو من عنده، كنطلبوا منه ضيق، كنطلبوا منه العفو على خويا. كانوا جات هذا، كان هو كان في التيران كيتفرج في الماتش، وكان كيدير لي لايف من الماتش، وشدوه
بحال داروا لي لوكاليزاسيون تشدوه تشد في الحي محمدي، يلاه دخل لي ياكل بغى ياخذ ساندويش تا وقفوا عليه البوليس. وقبل كانوا جاوا عندنا البوليس للدار وطلقوا غير مع جارنا، ما كان حتى شي حد في الدار، قالوا لي راه بغيناه، مشى هو عندهم قدم راسو هذا قال لهم زعما جيتوا للدار عندنا وهذا، قالوا لي ما عندك حتى شي حاجه يسير في حالك يعني ما كاين حتى شي حاجه. من بعد تجاوش ملي تلقاو ليه شدو قالوا لي راك انتي راك روشيرشي صافي. ومن بعد رحلوه ديريكتومون هنا، بقى في الدار البيضاء شي 3 ايام في الحراسه عند الفرقه الوطنيه، ومن بعد رحلوه للخميسات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.